تحت شعار لا تسكتي، أطلقت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل لمناهضة العنف الأسري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في فندق داماروز بدمشق. أولا لابد لنا من أن نتكاتف جميعا مع العمل الذي تقوم به الهيئة السورية للأسرة، فحماية الأسر هو واجب الجميع، ليس فقط الدين والأديان المسيحية والإسلامية، ولكن كل قطاعات المجتمع بكل انتماءاتها وأفكارها، لأن المستهدف اليوم من خلال الليبرالية الحديثة والاستهداف الغربي هو استهداف وحدة الأسرة، استهداف الأسرة بقيمها، بعاداتها، بثقافتها، بأخلاقها. فنحن بينا في هذه الورشة بعض تفاصيل الإسلام فيما يتعلق بحقوق المرأة وما يتعلق بضرورة أن نتكاتف جميعا بمنع أي اعتداء على حق من حقوق المرأة مهما كان، وحقوق الطفولة وحقوق الأمومة أيضا. الورشة الحياة كتير مهمة، بدها تعرف عن عمل هيئة شؤون الأسرة، بدها تعرف عن وحدة حماية الأسرة، عن حملة لا تسكتي اللي قامت فيها هيئة شؤون الأسرة. اليوم الجولة الرابعة كانت الاجتماع الرابع، موضوع لا تسكتي بيهم المرأة كتير. الورشة أكدت خلال فعالياتها على دور الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة في دعم المرأة والمطالبة بحقوقها كافة وعدم الرضوخ للعنف بأشكاله. عم بتحاول نضيء على وحدة حماية الأسرة وعلى الخدمات اللي بتقدمها وعلى حالات العنف اللي عم بتواجهنا فيها وكيفية معالجتها أساسا. يعني نحن هاي الوحدة موجودة لتستقبل حالات العنف، ولكن شو اللي ممكن نعمله لحتى أصلا نحد بشكل كتير كبير من حالات العنف اللي عم بتكون. هذا الشيء اللي عم نشتغل عليه حاليا، والشيء اللي عم نحاول ناخد إضاءات من شركائنا بالعمل اللي هي المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض واللي هي أول من يتلقى، هالقد مهم بالنسبة لنا كل الآراء، كل تجويد للعمل داخل الوحدة هو يخدم الحالات المستهدفة، كل تمكين لأسرة هو هدف نسعى لتحقيقه، وبالتالي العمل لإله والوصول لإله هذا هدفنا جميعا. يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية بتنفيذ برنامج شامل متكامل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم خدمات شاملة للحد من العنف والاستجابة لحالات العنف، حيث نقوم بتشغيل فرق جوالة تقدم خدمات مدمجة متكاملة من الصحة الإنجابية ومناهضة العنف. نقوم أيضا بتقديم الدعم النفسي، نقوم بتقديم الدعم الطبي، ونقوم بتعزيز سبل العيش والكسب للسيدات الناجيات من العنف وإحالة بعض السيدات للحصول على خدمات القانونية والنصح القانوني. الورشة اليوم بغاية الأهمية هي للتعريف بوحدة حماية الأسرة، والأسرة هي عماد المجتمع وبالتالي كل الاهتمام لازم ينصب عليها. التعريف بوحدة الحماية بهذا الوقت كتير مهم. الوحدة قائمة تعمل، ولكن يجب تشجيع الأكثر على يعني نعرف عنا، عن الخدمات اللي بتقدمها الوحدة، عن كيفية قبول الحالات المعرضة للعنف، أهمية التعريف لجميع الجهات وكل المحافظات عن المرأة المعنفة، كيف ممكن أنه توصل لهي الوحدة، ما هو شروط استقبال النساء المعنفات ضمن هي الوحدة. الورشة مبادرة نحو تحقيق بيئة آمنة لأسرة سورية مستقرة متمكنة وفاعلة في بناء المجتمع.